بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد الروكي. النهاردة هنشرح استخدام الـ Evil Crow مع الـ Universal Radio Hacker. الـ Universal Radio Hacker هو open source software بيسمح لك إن أنت تنتربت وتريكورد وتسيميوليت الـ RF signals. بيسمح لك برضو إن أنت بعد ما تعمل analysis للـ signals دي، أو بعد ما تريكورد الـ signals دي، تعمل لها save أو في شكل ايه XML files. ال XML files دي تقدر تستخدمها بعد كده مع ال Evil Crow RF. تمام، دي البيدج بتاعت ال Evil Crow RF. تمام، ده شكل التول تحت هنا. ايوه، ده شكل التول، ده شكل ال Evil Crow RF، ودي الحاجات اللي بتقدر تعملها، او دي الحاجات الحاليا اللي هم داعمينها في الفريم وير بتاعهم. هنا بتقدر ان انت تبارس ال URH examples، ودي بتكون عبارة عن فايلات XML زي ما قلنا من شوية. تسلا تشارج دور اوبنر، التشارج دور بتاع التسلا هو vulnerable للريبلاي اتاكس، والاكواد بتاعته ثابتة ما بين كل العربيات. طبعا الموضوع ده متفهم، لان هما مثلا كانوا عايزين يبقى الحاجة دي universal، بحيث ان لما تروح مثلا عند اي مكان للشحن، المكان ده يبعت الاشاره بتاعه الار اف عشان يفتح الايه الدور بتاع التشارج ده. فده اللي خلاها فالنربل للريبلاي اتاك. في بوش بوتونز هنا تقدر ان انت تعمل لها كونفيجريشن، ان البوش بوتونز دي لما تضغط عليها تبعت سيجنالز معينه. السيجنالز دي انت ممكن تسجلها في شكل رو، او تسجلها في شكل ايه باينري، وتقدر برضو ان انت ايه تعمل ترانزميت للسيجنالز دي باستخدام الويب يو اي زي ما هنشوف دلوقتي. برضو لو محتاجين تعرفوا معلومات اكتر، تقدروا تزوروا الصفحه بتاعتهم بتاعت الايفل كرو ار اف. هنستخدم برضو النهارده الار اس بي 1، وده اس دي ار رخيص على علي اكسبرس. طبعا انا جبت الاس دي ار ده من فتره. هنبدأ بالشرح. أول حاجة هنستخدم ال URH أو ال Universal Radio Hacker في البداية. أول حاجة هنفتح ال Spectrum Analyzer، هنختار من فوق هنا ال SDR Belay، وبعد كده هنعمل Reload. هنا ال Antenna هنسيبها ايه زي ما هي. ال Frequency أنا اخترته قبل كده 4-3-4-3. هنخلي هنا السمبل ريت ماشي، نسيبه زي ما هو. الباندوتس هنخليه مثلا A1. تمام، هنضغط ستارت. زي ما حضراتكم شايفين طبعا ال RSCB على عكس ال RTL SDR، او على الاقل ال RSCB اللي هو الاصدار الرخيص اللي هو الكلون ده، في نويز كتير زي ما حضراتكم شايفين. اما في ال RTL SDR ما بيكونش في اي نويز بالشكل ده. هنحاول ان احنا نقلل الجين عشان يقل معانا النويز. تمام، قل النويز بس برضو مش للدرجة اللي هي يعني تقريبا ال RTL SDR افضل بكتير في الموضوع ده. هنستخدم الكي فوب بتاعنا اللي احنا هنتسته. تمام، زي ما حضراتكم شايفين السيجنال ظهرت عندنا بالظبط عند 4.33.92، يعني كده ايه الموضوع معانا ايه مظبوط، احنا اخترنا الفريكوينسي صح. هنضغط ستوب، وهنروح نريكورد السيجنال من فايل، بعد كده ريكورد السيجنال السي دي ار بلاي زي ما هي، وانتنا كل حاجة زي ما هي. ماشي، ستارت. طبعا الموضوع كده مش طبيعي خالص. جرب الأنتنة بي. أنا في الأغلب في مشكلة في الإيه في الكونكشن، فهنشيل ال SDR ونركبها تاني. من فايل ريكورد سيجنال اختار ال SDR، هنقلل هنا السيمبل ريت هنخليه 2. ستارت، سجلنا السيجنال 3 مرات. هنعمل لها سيف سيف، وأول ما نخرج من هنا هيفتح أي
الصفحة بتاعت الايه الاناليسز. هنروح هنا على الاناليسز وهنضغط سيف. هنسمي الفايل ولنفترض هنسميه مثلا ايه كار واحد. سيف. خلاص كده وظيفة اليونيفرسال راديو هاكر معانا خلصت. هنروح بقى على الايفل كرو. اول حاجة هنكونكت على الاكسس بوينت بتاعتها. بعد كده هنفتح الاي بي اللي هو 41. هنروح على يو ار اتش بروتوكول ابلود بروتوكول. هنختار من هنا الفايل بتاع الاكس ام ال اللي احنا استعملناه له انترسبت. اوكي فايل كان اسمه كار 1. ده الفايل. نضغط ابلود. بعد كده هنعمل ليست بروتوكولز وناخد الفول باث بتاع الفايل ونرجع تاني من يو ار اتش نضغط تي اكس بروتوكول. هنا بقى احنا هنرجع للايه لل URH عشان نشوف الموديوليشن كان ايه. الموديوليشن معانا ask. تمام هنروح هنا موديوليشن ask موديوليشن ask. تمام 433.92 سامبل هنخليها مثلا 400 والديفيجن 0. قبل ما نضغط ترانزميت هنحاول ان ايه انترسبت بال يو ار اتش. اسف افرته. هنانترسبت بال يو ار اتش عشان نشوف السيجنال اللي بتتبعت. اوكي سبيكترم ستارت. اوكي في مشكلة احنا مختارناش هنا ال سي دي ار بلاي. ستارت. تمام هنروح هناك نضغط ترانزميت. هنشوف هنا ال URH. تقريبا في مشكلة. نكونكت تاني على ايفل كرو. نضغط ترانزميت. هنعمل ريفرش. هنرجع تاني ل TX. Frequency 433.92400 Transmit. طبعا عشان في عندنا مشكلة في الايفل كرو فالموضوع معانا مش مستقر. بس بكده نكون وصلنا معانا لنهاية الفيديو. زي ما حضرتك شفت الخطوات في الاول بتانترسبت عن طريق ال URH وبرضه تقدر عن طريق ال ايفل كرو ان انت تريكورد السيجنال عادي وتاخد الكود في شكل رو او في شكل باينري وتروح هنا على ايه على رو تي اكس او على باينري تي اكس حسب ال حسب ما انت مخدت الكود من اللوجات من هنا. تمام وبتبعت الكود ده تاني لو العربية او الكي فوب ده بيستخدم الستاتيك كودز او الكود اللي هو بيبعته في كل مرة ستاتيك بالتالي هيشوف السيجنال اللي انت بتبعتها نفس السيجنال اللي جايله من الريموت فهينفذ الحاجة اللي هو المفروض ايه ينفذها. تمام ترانزمت نو واي. بشكركم على حسن المشاهدة وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تشتركوا معانا في القناة. تمام دي تاني مرة كنت أسجل فيها الفيديو وبصراحة أنا تعبت فيه. بتمنى تشتركوا معانا في القناة. بشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.